معانا على التليفون دكتور احمد سيد احمد الخبير في الشؤون الامريكيه والعلاقات الدوليه بمركز الاهرام. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام. هذا اللقاء جمع مجموعه مهمه جدا من النواب ورؤساء اللجان في الكونجرس، وطبعا انا بالنسبه لي كان لافت جدا للنظر الاشادات اللي قالوها، خاصه في حضور مينانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية هناك، وأنا حتى وصفته أنه واحد من أعتى السياسيين الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية. كيف ترى هذا اللقاء والتطرق لأكثر من ملف، وما بين قوسين الإشادة بالتطور أو النهج الاقتصادي والتنموي في مصر؟ طب أستاذ يوسف، ارتباطا يعني بما أنت تكلمت فيه في الدقائق الماضية حول الإنجازات الداخلية، ارتباطا بين السياسه الخارجيه، يعني السياسه الخارجيه المصريه الفاعله الرشيده، هذا اللقاء جزء من ثمار السياسه المصريه القائمه على تعزيز التنميه في الداخل، الربط ما بين السياسه وعلاقات مصر القويه مع كل القوى ومنها طبعا امريكا، وتدعيم التنميه في الداخل في اطار دائما ما نسميه دبلوماسيه التنميه، بمعنى ان هذه الدبلوماسيه وهذه السياسه الخارجيه وعلاقات مصر والاشاده دائما بدور مصر وهذا التقدير الكبير لدور مصر بيتم توظيفه وترجمته في تعزيز هذا التنمية في الداخل التي في نهاية المطاف ستنعكس على المواطن المصري وارتفاع مستوى معيشته. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن مصر هي الدولة المنفتحة لكل الدول في الوقت الذي انضمت فيها عضوات البريكس كأحد ثمار السياسة الخارجية، أيضا هي منفتحة للجانب الأمريكي، بمعنى أن مصر منفتحة لكل الدول تبني شراكات سياسية واستراتيجية وأمنية واقتصادية مع كل القوى الكبرى، الاستفادة من كل المزايا النسبية لكل دولة ولكل تجربة ولكل تكتل اقتصادي بما يعظم المصالح المصرية. هذا التقدير وهذا الإشادة من هذا الوفد، والذي يشكل إجماع حقيقة ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تقدير دور مصر، على مكانة دور مصر، على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والإشادة بما تشهده مصر حقيقة مما نسميه مشروع تنموي شامل، مشروع تنموي يشمل كل الأبعاد السياسية والاقتصادية، وبيعكس أيضا أن هناك رغبة حقيقية أمريكية في تعزيز وتدعيم هذه العلاقات مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القضايا الإقليمية والدولية. وبالتالي هذا اللقاء يمثل أهمية لأنه يعكس اهتمام وتوافق ديمقراطي وجمهوري، هو نادرا ما يحدث هذا التوافق، وهذا الوفد المشترك بيعكس ان هناك قواسم تجمعهما، واحد هذه القواسم هو تقدير دور مصر، تعزيز العلاقه مع مصر، وبالتالي الاشاده اليوم بهذه الجهود التنمويه، هذا بيعكس شهاده حقيقيه لما يتم على ارض الواقع من نهضه شامله، نهضه في كافه الابعاد، قائمه على الانسان المصري، قائمه على بنيه تحديثيه لتحقيق الانطلاق والانطلاق الاقتصادي، وايضا السياسه الخارجيه الفاعله كدوله صلبه، كدوله اقليميه، كدوله تعتبر مركز ومرتكز لتحقيق الامن والاستقرار. وهذا الوفد البرلماني الذي بيعكس ايضا حرص مصر على تشابك العلاقات على الجانب الرسمي، على الجانب البرلماني، على الجانب الشعبي، يمثل ايضا فرصه ليتم عرض ما تم في مصر من انجازات دائما، يعني دائما في كل لقاء حقيقه والرئيس السيسي حريص على توضيح الخريطه الاقتصاديه والاستثماريه في مصر، ما يتم من انجازات، ما هي الفرص الواعده التي يمكن توظيفها مشروعات التنميه في محور التنميه في قناه السويس، العاصمه الاداريه، غيرها من المشروعات، وبالتالي هناك ربط ما بين ما يحدث على ارض الواقع من تنميه وانجازات وما بين هذه السياسه الخارجيه الفاعله التي ترتكز على بناء علاقات قويه، امريكا دوله مهمه في النظام الدولي، دوله لها شبكات في منطقه الشرق الاوسط متداخله تقريبا في كل الازمات، وامريكا حريصه على ان فعاليه اي تعامل مع اي تحدي او اي قضيه في المنطقه يكون عبر البوابه المصريه، التنسيق مع مصر، باعتبار ان مصر لها رؤيه شامله فيما يتعلق بمواجهه التحديات الارهاب، والرؤيه الشامله لمواجهه الارهاب فيما يتعلق بالهجره غير المشروعه، فيما يتعلق بتحقيق الامن والاستقرار، فيما يتعلق بتسويه الازمات والحفاظ على الدوله الوطنيه، ونحن نرى الان هذا الانفلات وهذا الهشاشه في كثير من الدول المنطقه ودول افريقيا نتيجه لغياب مفهوم الدوله الوطنيه، وجود الكيانات الموازيه، كل هذا بيعكس حقيقه رشاده وهذه الرؤيه المصريه، وبالتالي بعد ايام قليله من الانضمام للبريكس هنا ياتي هذا الوفد الامريكي لتؤكد مصر
انها منفتحه لكل الدول، انها لديها شراكات قويه اقتصاديه وشراكات طيب استراتيجيه دكتور أحمد، مع كل الدول فيها امريكا. ال 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 الزيارات او هذا النوع من الزيارات لا يتم ترتيبه ما بين عشيه وضحاها، بيرتكز على اجنده الرئيس ومواعيده مما لا شك فيه، وايضا الجانب الاخر الا وهو الضيوف او الزائرين من الكونغرس الامريكي بلجانه المختلفه. لكن هنا هل اقدر اقول ان لهذا التوقيت دلاله ما؟ طبعا له دلاله مهمه استاذ يوسف، لانه مرتبط باكثر من متغير. يعني هناك طبعا الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط، هناك الازمه في السودان، هناك الاوضاع في 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 ليبيا، هناك الاوضاع في المنطقه، طبعا في افريقيا، هناك ايضا مرتبط بالازمه الروسيه او استمرار الحرب الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على المنطقه، هناك اكثر من قضيه تتعلق بالجانب، القضيه ايضا الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي ودور مصر في تحقيق التهدئه والاستقرار وتثبيت الهدن، مرتبط ايضا بدور مصر فيما يتعلق بالدفاع عن المصالح المصريه، فيما يتعلق به ايضا قضيه سد النهضه وتاكيد الرئيس السيسي. وهذه نقطه مهمه في كل لقاء حقيقه، في كل محفل، في كل دائما ما تؤكد مصر على ثوابتها المتعلقه بحل ازمه سد النهضه، وهي معادله بسيطه تقوم اعتراف مصر لاثيوبيا بالحق في بناء السد، بالحق في التنميه وانتاج الكهرباء، مقابل ان تعترف اثيوبيا بالحق مصر في المياه باعتبارها مساله حياه ووجود لكل المصريين حقيقه. وبالتالي هنا التوصل لاتفاق ملزم بشان قواعد ملء وتشغيل السد هو السبيل الوحيد فقط الذي سيحقق التعاون الثلاثي، يحقق التنميه لكل الاطراف. وبالتالي هنا بيبرز الدور الامريكي، ونحن نعرف ان امريكا انخرطت في هذا الملف منذ عهد الرئيس ترامب في فبراير 2020، وكان فرصه للتواصل والاتفاق لولا ان يعني حدث يعني تراجع من الجانب الاثيوبي في اللحظات الاخيره. هناك ايضا الرئيس بايدن في اكثر من لقاء مع الرئيس السيسي اعترف بالحق والامن مصر المائي طبعا، متعلق بان المياه تمثل حياه ووجود بالنسبه للمصريين. وبالتالي هنا هذه رساله ايضا مهمه للجانب هذا الكونجرس، ونعرف الكونجرس الامريكي لديه دور مهم ايضا في السياسه الخارجيه الامريكيه، وبالتالي يمثل بالزبط اهميه ودعما للموقف المصري، وهو منطلق وتزامنت حقيقه مع انطلاق الجوله الاخيره من المفاوضات في القاهره بين الاطراف الثلاثه، وبالتالي يتمثل دلاله مهمه بتعكس ان امريكا التي ربما كانت في الفترات السابقه يعني حول الابتعاد او الانسحاب من الشرق الاوسط، هي تعود مره اخرى، تعود بقوه سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي، وتعود من البوابه المصريه، تدرك جيدا اهميه ومركزيه ودور مصر في التعامل مع كل القضايا والتحديات، لان امريكا لديها مصالح في المنطقه، مصالح امريكا في المنطقه متشابكه، مصالح امنيه، مصالح اقتصاديه، مصالح استراتيجيه، وهي تدرك جيدا دور مصر كدوله فاعله، كدولة على المستوى الاقتصادي، دولة تحقق معدلات نمو وتقدم رغم التحديات ورغم الأزمات، على المستوى السياسي تتحرك بحيادية بفعالية برشادة، بالمثال المصرية دائما تنحاز مع الاستقرار، تنحاز مع الدولة، المؤسسات الشرعية، تنحاز مع مفهوم التعاون الدولي، وبالتالي هذه السياسة التي أكسبت التقدير حقيقة من كل القوى، يعني القوى طيب الشرقية سواء في الشرق أو في الغرب، الكل الآن يتسابق على بناء شراكات مع مصر لفعالية السياسة المصرية. إذن انطلاقا من ده دكتور، وحتى يمكن ذكرت حالا لسه جملة مهمة جدا، أنه الكونغرس يلعب دورا شديد الأهمية في السياسة الأمريكية، وده طبعا بطبيعة الأحوال في توزيع السلطة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أكثر من مؤسسة مش بس البيت الأبيض. هذه الإشادات بالاقتصاد المصري وبالخطة التنموية وبالنمو وما إلى ذلك، هل هذا يعني أنه يدفع بالمزيد من تشجيع الاستثمارات الأمريكية للضخ في مصر؟ هنا بقصد استثمارات أمريكية مباشرة. بالطبع أستاذ يوسف، هذه نقطة مهمة، لأن يعني أمريكا حتى كدولة رغم أن هي دولة يعني اقتصاد الأولى على مستوى العالم، إلا أنها تواجه تحديات اقتصادية بعد أزمة كورونا، بعد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، الكل الآن يبحث عن ما يسمى التعافي الاقتصادي. هذا التعافي الاقتصادي يكون من خلال بناء شراكات مع اقتصادات قوية، اقتصادات صاعدة. الاقتصاد المصري هو أحد الاقتصادات المرشحة بقوة أو التي تعد مهمة في بناء شراكات اقتصادية معه، ليس فقط مع الأمريكان ولكن أيضا مع الأوروبيين، ووجدنا كيف الأوروبيين حريصين على الاستثمارات المشتركة. بالفعل هناك استثمارات كبيرة لأمريكا في مصر، مصر تعد أو أمريكا هي الشريك التجاري الثاني بعد الاتحاد الأوروبي لمصر،
هناك استثمارات كبيره امريكيه في مجال تكنولوجيا المعلومات، النقل، في المواصلات، في كثير من المشروعات. وبالتالي مصر الان في ظل مناخ الاستقرار السياسي، مناخ الاستقرار الامني، مناخ الرؤيه الواضحه فيما يتعلق بالاقتصاد، البرنامج الاصلاح الاقتصادي، فيما يتعلق بتهيئه مناخ الاستثمار، كلها تمثل عوامل جذب مباشره للاستثمارات الامريكيه في المنطقه. لان في لو نظرنا في المراه نجد اوروبا الان بها عدم استقرار، هناك بؤر ملتهبه في شرق اسيا بها غير امنه، وعندما تكون يعني وزير خارجيه وزير التجاره الامريكيه في الصين اليوم وتقول انها بيئه غير امنه للاستثمار، هذا يعني ان هناك يعني استخفاف في العالم، الكل الان يبحث عن المناطق المستقره، المناطق الهادئه، واعتقد ان مصر هي من احدى هذه الدول، ولا شك ان هذه الاشاده هي رساله لرجال الاعمال والشركات الامريكيه بان مصر بموقعها بمواردها كبوابه للشرق الاوسط، بوابه لافريقيا، هي احد البيئات الواعده والجاذبه لتعزيز وتطوير الاستثمارات الامريكيه. صحيح. الموجوده بالفعل في مصر. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد سيد احمد، الخبير في الشؤون الامريكيه والعلاقات الدوليه بمركز الاهرام.